طبعا الفنانة لميا فنانة مميزة وفنانة مبدعة وعندها أسلوب مميز وخاص, وهي طبعا عريقة في طروحاتها وإبداعاتها, وأعتقد هي بتتكلم كثير عن المرأة وعن الخيل والعلاقة الجمالية ما بين المرأة العربية والخيل العربية. طبعا المعرض مفتوح إن شاء الله يوميا من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 7 مساء خلال الأسبوع هذا إن شاء الله. معرض مميز وجميل, أستعمل أصابيع بالرسم عوض عن الفرشة والسكاكين, وعندك كتير ألوان مميزة ولوحات مميزة برسم الأحسنة, وبتعبر كتير عن الحركة المولوية برسمه, فأنا صراحة رسمه كتير بحبه لأنه طريقته مميزة عن أي فنان تاني. بارك لفنانتنا المبدعة لمياء صاحبة الرسم اللي يعطيك خيال ويعطيك أمل في الحياة, لذلك أشوف دائما رسماتها عبارة عن إيجابية, يعني أنا هذا اللي جذبني في معارضها, إنه أقول لها يا لمياء صراحة بقوسين أنا يوم أطالع على لوحتك أحس إنه اكتسبت طاقة